من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال يوحنا الرسول: رفع يسوع عينيه إلى السماء وقال: يا أبتي، قد حانت الساعة، مجد ابنك ليمجدك الابن، كما أوليته سلطانا على كل بشر ليهب حياة أبدية لكل من وهبتهم له. والحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الإله الواحد الحق، ويعرف الذي أرسلته يسوع المسيح. أنا مجدتك في الأرض إذ أتممت العمل الذي وكلت إلي أن أعمله، فالآن يا أبتي مجدني لديك بالمجد الذي كان لي عندك قبل أن يكون العالم. أظهرت اسمك للناس الذي وهبتهم لي من العالم، كانوا لك فوهبتهم لي، وقد حفظوا كلمتك، والآن عرفوا أن كل ما وهبته لي هو منك، لأن الكلام الذي وهبته لي قد وهبته لهم، وهم قبلوه وعرفوا حقا أني من لدنك خرجت، وآمنوا أنك أنت أرسلتني. حقا والأمان لجميعكم.